بسم الله الرحمن الرحيم. ماسورة مياه ضربت، ادي اللي حصل، ادي الحيطان الطوب. شايف الحيطة الخرسانة عاملة ازاي؟ حصلهاش اي حاجة، حيطة الطوب زي ما انتوا شايفين. حيطة اتكسرت، الحيطان كلها شربت مياه، الارض غرقت من كل الاتجاهات. هو ده الفرق بين الطوب والخرسانة. دي تاني قطعة صورها لكم، وده يعني انا شفته قدام عيني. ماسورة ضربت، الدنيا غرقت، حيطة وقعت زي ما انتوا شايفين كده. وده طبيعي لان الطوب اصلا مش معمول عشان يشيل ردم ويشيل مية ويشيل الكلام ده. يعني مفيش حد يبني حيطة بالمنظر ده ومستني انها تشيل الردم والتراب ده كله بالوزن ده، او انها تشيل وزن مية. حيطة مباني ما بتشيلش غير نفسها. حيطة مباني تتعمل بيها دور ارضي فوق اول كلام ده، انما تحت الارض لازم حوائط خرسانة. الناس مش هتفهم الكلام ده الا قدام، يعني لما ربنا يكرم ان شاء الله ويبني بيته ويقعد فيه ويستقر ويبص يلاقي البدروم غرقان، يعرف ساعتها انه كان لازم يعمل حيطة خرسانة، ويرجع بعد كده يعالج الكلام ده ويكلفه اكتر ما تكلف طوب او اكتر ما تكلف خرسانة من الاول.